عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده لسه جايه من عند دكتوره الرجيم وخلاص هبدا رجيم من بكره. قاعده بقلب في الفيسبوك وانا جايه لقيت معظم الناس بتتكلم على اكله القلقاس ومحدش بيحبها، لا احنا بنحبها، لا انتوا ما بتحبوهاش، لا مش عارف ايه. فانا بصراحه نفسي راحت القلقاس النهارده، فانا النهارده هعمل قلقاس وهعمل كمان جنبيه كشك عشان نفسي اكل كشك. وبالمره قلت اكل النهارده اللي نفسي فيه كله عشان خاطر لما ابدا رجيم كده ابدا انضمي له. مثلا هعمل قلقاس وهسلق فرخه واحمرها جنبيه، وهعمل شوربه فراخ بالكريمه، وهعمل كشك. سلام، اكل عظمه والله. انا دلوقتي جبت القلقاس اهو، كنا جايه من تحت من السوق، وجبت السلق كمان اهو. هقطع القلقاس كويس صغير واولع على الفرخه السلق، وبعد كده نرجع نكمل مع بعض. زي ما انتم شايفين كده انا بقطعه مربعات كده اهو. في ناس ما بتقشرهوش، ما بتغسلهوش، بتكتفي ان هي تمسحه بفوطه نظيفه، لكن انا لا، بحب ان انا اغسله. بس يا بابا محمد بيضايقها. بحب ان انا اغسله كويس قوي بميه دافيه وليمون، بيبقى حلو قوي بصراحه، لكن عشان خاطر لو بات ما يبقاش عامل طبقه لزجه كده، انا ما بحبهوش كده. وطبعا ليكم حريه الاختيار، يا تغسلوه يا اما ما تغسلوش، براحتكم. انا بحب اغسله عشان خاطر الفتافيت والحاجات اللي فيه دي كلها. هغسل بقى القلقاس كويس قوي اهو، بصوا زي الفل. اغسله بقى، بصوا نقعته الاول عشان يطلع كل اللي فيه، شايفين اهو. بسيبه 5 دقايق منقوع وبعد كده ايه اغسله. يلا بقى دلوقتي ايه، نحط الفرخه تتسلق. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على رسول الله. بصوا بعد اغسل الفرخه لحد ما بتبقى بتاعتها بيضه ازاي وقشطه وزي الفل. نعم يا روحي، عندي حل اهي. حاطه بقى فيها ايه، حبهان، ورق لورا، وقرفه، وكمان بصين وبصلايه اهي. نحط بقى ايه الفرخه. بسم الله، الكبده والقناصه. بصوا الفرخه اللي كنت غاسله فيها زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. اسيبها بقى تتسلق براحتها. في نفس الوقت دلوقتي هكون غسلت القلقاس عشان نجهز السلق مع بعض، عشان السلق بياخد وقت. اسيبها بقى تتسلق براحتها. نعم يا روحي. بصوا بقى حطيت عليه حبه ميه سخنه، عايزه الميه بتاعته بعد ما غسلت تبقى بيضه وبيزيق من كتر النضافه. بسم الله، على ما يتظبط بقى كده براحته نكون جهزنا السلق. حطي بقى طاسه على النار ويلا نعمل السلق. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، طاسه على الجهاز وادي السلق. بسم الله، طبعا هيفش دلوقتي اهو. نحط معاه كزبره وشبت، ما بحطش بقدونس اهو، عندك كزبره وشبت شايلهم في الثلاجه بقالهم 3 ايام. بصوا زي الفل اهو. طبعا ما بحطش عروق الشبت، ما بحبهاش، ما بحطهاش. كزبره كمان اهي. نعم يا روحي اهو، بشيل العروق الكبيره اللي فيها دي اهو كده، تمام قوي. اول ما الميه اللي فيهم تبدا تنشف احط لهم بقى معلقتين سمنه كده حلوين. دايما عندي ببقى مفرزه القلقاس والسلق في الفريزر، بس انا لسه ما جهزتش، عماله افضي في الفريزر عشان ابدا معاكم بقى كده اجهز حبه تفريزات حلوه كده نعملها في مره باذن الله. نجهز بقى كفته ولحمه وحاجات زي دي. حط حته سمنه بقى. بسم الله، نسيبهم بقى براحتهم كده ياخدوا ويدوا مع بعض. تمام قوي كده بالسر حرب جمال النبي اهو. وهي بقى مع نفسها كده نيجي على العين بقى الصغنونه، نبدا نجهز الكشك بالمره. قول بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل النهارده الكشك بالرز، تمام، معلقه سمنه، وبالفراخ كمان، وهشوح فيها الفراخ. بسم الله، ده ورق فرخ عندي قطعته، انا دايما بحب احط الفراخ فيها متحمره مش مسلوقه. سيبهم بقى يتشوحوا كلهم مع بعضهم كده.
انا مقطعاهم البصل اللي هحمره. هنا الفراخ بتتحمر وانا حطيت زيت عشان اقلي فيه البصل، وانا محمد بيفص الثوم عشان السلق. طب ليه الفضيحه دي؟ طيب ده جمهورنا حبايبنا ما تقلقش. ادي الفراخ نقول بسم الله، ده حبه بهارات صغيرين اهو، وحبه فلفل اسود كمان صغيرين، مش عايزين نكتر علشان خاطر الحاجه ما تغمقش معانا اهو. بسم الله حبه حلوين اهو، نقلبهم بقى كويس تقليبه كده حلوه. بسم الله حلوه قوي كده. احط بقى ايه؟ تقريبا كوبايه ميه تقريبا. بسم الله كفايه كده، حطيت تقريبا دلوقتي كوبايه ونص. هديهم بقى نص كوبايه رز. اهو هغطيهم بقى واسيبهم لحد الرز ما يستوي اهو. انا كنت ناوي اعمل شوربه مشروم بس لا كفايه كده، مش هعمل شوربه مشروم، خليه ابقى اعمله بكره جنب اي حاجه كده واكله جنب الخضار السوتيه. كفايه بقى، كفايه تخني بقى، كشك ومشروم كفايه كفايه. يلا بقى نجهز ايه؟ نعمل الرز ونشوف الفرخه لو استوت نحط، نشيل الفرخه ونحط في الشوربه القلقاس. بسم الله الرحمن الرحيم. نبص بس هنسيبهم بقى يستووا مع بعض. نعمل بقى هنا الرز. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على رسول الله. حتة سمنة كده حلوة. اغسل الرز على السمنة ما تسيح. ادي السمنة ساحت، تحط الشعرية بسم الله اهو. وعندي البصل بتاع الكشك زي الفل اهو، صلوا على النبي يا جماعة كده. تمام 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 اهو، حمر البصل حبه كمان عشان يبقى كده ايه حلو كده ومكرمش. بص اهو حمر بقى الشعريه كويس قوي. غسلت الرز وغسلت القلقاس اهو، حط بقى ايه البصل يتصفى كويس من الزيت اللي فيه. حلوه قوي. ادي الشعريه اتحمرت. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الرز. حلوه قوي كده. حط حبه ملح. ده ملح طبيعي، ملح بحر، حلو قوي، اكله جميل جدا. كيس بخمسة جنيه. نقلبهم بقى كويس قوي لحد الميه اللي مطرح ما غسلته تتشرب عشان خاطر يطلع معانا مفلفل. في نفس الوقت الفرخه استوت هشيلها من الشوربه عشان احط القلقاس مكان ايه يغلي على طول دلوقتي اهو. هنا ده الرز بتاع الكشك اهو، لسه انا عايزه الرز يستوي اكتر من كده. نقول بسم الله. الرز ده معروف بياخد ميه كتير فدايما بحب ازود له الميه. بسم الله اه، بس يبقى يستوي براحته. يلا نعمل القلقاس، وبعد ما نعمل القلقاس نجهز الكشك على طول نكمل بقيه حاجته اه. بسم الله. ادي الفرخه اهي، اصفي بقى الشوربه ونحط القلقاس على طول كده. تمام تمام تمام، الشوربه عندي بتغلي اهي كويس قوي. ادي الشوربه بتغلي وادي القلقاس. بسم الله يا لهوي اتلسعت. استنوا ادي القلقاس تمام، اغطيه بقى واسيبه يستوي براحته. في نفس الوقت عندي بقى هنا ايه؟ بسم الله عندي السلق اهو. ادي السلق
افرمه في الكبه كويس قوي، هديله كبشه شوربه وانعمه كويس قوي في الكبه. تمام. لازم يخشول كده في الطاسه معاكي عشان يديك اللون الحلو بتاع القلقاس. صلى على رسول الله يا جماعه. بحب اكل الطوم اللي فيه ده قوي. نقول بسم الله. ادي الرز والشوربه بتوع الكشك. الرز استوى كويس قوي اهو، حط له بقى حبه ملح عشان ما حطيناش. هعصر بقى ليمونتين على القلقاس بالمره كمان دلوقتي. احط بقى اللبن دلوقتي. بسم الله. بس كفايه كده، اسيبهم بقى يغلوا مع بعض كده كلهم. بقى ازود حبه لبن الباقيين. بس كده. طبعا مش هغطي اللبن عشان ما يفرش. عندي الكشك اهو، بسم الله. القلقاس بيغلي اهو، وهنا الرز كمان بسم الله. بصوا حاجه كده زي الفل. وادي التقليه بتاعته، بصوا البصل ناشف ازاي، ولا حطيت له دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، حاجه كده فاخر من الاخر. وادي ضربت هنا السلق، حلو قوي كده. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هعصر هنا ليمونتين ونستنى ده لما يغلى عشان نكمل على طول مع بعض ونحمر الفرخه. بصوا بقى القلقاس وحلاوته. لا قلبي ماما، ماما هو يا قلبي. ادي القلقاس وحلاوته، والرز كمان استوى اهو زي الفل، حاجه كده الاضه. والكشك كمان اهو. نحمر بقى الفرخه لحد الكشك ما يبدا يغلي ونجهز الكشك بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. غلي معانا اهو. انا دوبت معلقه دقيق في شويه ميه. بسم الله. واقلبها، وفي نفس الوقت حتى الفرخه بتتحمر على العين التانية. ظبطت الملح بتاع الكشك وكل حبه وقعوا، مش مشكله. اقلب بقى كده بسرعه عشان ما يكلكعش معانا. بالصلاه على النبي اهو. صلوا على رسول الله يا جماعه. الله، صدفه. الله الله. عندكم بقى حبه كريمه عايزين تطعموا وحته قشطه براحتكم. نقول بسم الله. صلوا على النبي يا جماعه. بصوا الله الله على الجمال. انا بحب اغرفه في اطباق مسطحه كده عشان نعرف ناكله بالعيش. انا عن نفسي بحب اكله بالمعلقه. بصوا على الحلاوه. حطهم بقى يبردوا، اعبيهم كلهم. هتفتح اكسر هذا، خدي. خلاص كده تمام قوي. عمل قشر على الوش وحطيت التقليه اهي. اهم حاجه يبرد شويه قبل ما تحط التقليه عشان ما تسقطش تحت. كده القلقاس اخر حاجه. نحط بقى السلق. بسم الله. عشان الميه السخنه تنزل اللي فيها كله اهو. صلوا على النبي يا جماعه. هو مجليط كده عشان خاطر مطرحه سمنه والسمنه برده. بسم الله. بدلوه يا جماعه طريقتي دي هيبقى احلى والقلقاس كلتوه. في ناس بتعمله بقى طش التوم بعد ما تحط السلق. لا انا بكتفي بكده لان بحط التوم مع السلق، بيبقى حلو قوي. الله الله عليك يا عم بخ. الله عليك. بسم الله. بس كده خلاص. يغلي بقى غلوه واحده ويبقى كده القلقاس بتاعنا خلص، ونغرف على طول. نغرف بقى الرز بتاعنا كمان دلوقتي بالمره على ما القلقاس يغلي. كده القلقاس تمام. بسم الله. نغرف بقى الطبق اللطيف.
يبقى كده خلصنا. بسم الله. انا بحب الميه بتاعته جدا. الصلاه على النبي. بصوا بقى للقلقاس والفرخه الحلوه المقرمشه، وادي الرز وادي الكشك، وعندي بتنجان مخلل من امبارح بقى في الثلاجه هطلعه. بس كده يعني. بصوا وصفه سهله جدا جدا وجميله قوي قوي قوي. القلقاس ده انا عن نفسي بحبه في الشتاء جدا، من اكلات الشتاء اللي انا بحبها. اتمنى تجربوه يا جماعه بالطريقه دي، وانا واثقه باذن الله ان هو يعجبكم. بصوا بقى الكشك وجماله والرز وحلاوته، ولا الفرخه. يا وعدي على الفرخه اهي. بصوا بقى الفرخه وجمالها وحلاوتها. عايزه اقول لكم الاكل جميل. بسم الله. اتمنى تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. بصوا القلقاس. باي باي.